Good cop, bad cop. Bad cop. شرطة نيويورك تنشر فيديو لحادثة جيمس بلاك. نشرت شرطة نيويورك فيديو للشرطي جيمس فراساكسر يهجم على لاعب التنس السابق جيمس بلاك ويعتقله أيضا، حيث ظن الشرطي أنه أحد المشتبهين بهم والمطلوبين. كان بلاك يقف على باب مركز تجاري في منهاتن عندما هجم عليه الشرطي وبطعه أرضا ثم وضع الأصفاد في يديه، لقد تم إطلاق سراح بلاك بعد ربع ساعة. في هذه الصورة نشاهد المشتبه به على اليمين وبليك على اليسار، إنهما متشابهان جدا، أليس كذلك يا سادة؟ لكن نيويورك ديلي تقول أن الشرطي خضع لأربع محاكمات بسبب عنفه المفرط، ويقول مفوض شرطة نيويورك ويليام براتن أن فراساكسر كان عنيف بشكل مبالغ فيه. فما رأيكم أنتم يا أحبائي؟